استشهد رضيع بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية بمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، كما استشهد 10 فلسطينيين آخرين بينهم أطفال في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا غربي مخيم صيرات وسط قطاع غزة. وخلال الساعة 24 الماضية ارتكب جيش الاحتلال 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، استشهد فيها 82 فلسطينيا وأصيب أكثر من 100. وأوضحت الوزارة أنه ما زال عدد الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. من جانب آخر، أفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن 90% من مواطني القطاع أصبحوا نازحين، مؤكدا أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110,000. يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 30,000 شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 72,000 جريح في حصيلة غير نهائية. ومجددا واصلت قوات الاحتلال ارتكاب سلسلة مجازر بحق المدنيين ونسف أبراج وأحياء سكنية، بالإضافة إلى استهداف فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات جنوب مدينة غزة، ليرتقي عددا من الشهداء والجرحى في إطلاق نار قرب دوار الكويت على شارع صلاح الدين. كنا قاعدين الأولاد في الشقة عادي، يعني عايشين قاعدة بعجن، والأولاد قاعدين حواليا، وصار قصف دار جيراننا، وصار قصف بدار جيراننا، ما شفناش غير الدار فوقينا، وصرت أدور على الأولاد وأدور على الأغراض وأدور على ألملم. الناس الله يكون بعونهم، الدار وقعت عليهم، قاعدين بطولوا فيهم، واحنا الحمد لله يعني في ان ابن لسه بندور عليه والباقي اصابات. حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين منذ 6 أشهر دمرت الشجرة والحجر والبشر، وجعلت من القطاع المحاصر منطقة مدمرة غير صالحة للعيش وفقا للتقارير الدولية، نتيجة للدمار الهائل في البنية التحتية. المدن الصناعية أبيدت بالكامل بمصانعها وبنيتها التحتية ومصادر الطاقة وكل شيء، وأيضا المخازن التجارية أبيدت، وبالتالي كأن الاحتلال يريد أن يقول لن تعودوا للعمل الاقتصادي، لن يعود الاقتصاد الوطني الفلسطيني برؤيته التي كان يسعى إلى تحقيقها عبر الاستقلال الاقتصادي والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، ويريد تبعية فلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي وتحكم أكبر في مجريات الأمور الاقتصادية والحياتية للشعب الفلسطيني. انعدام مقومات الحياة الأساسية في قطاع غزة هي العنوان العريض، حيث يعيش السكان على شفا مجاعة عقب شح الإمدادات الغذائية والوقود والدواء وانتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف النازحين في مراكز الإيواء. تحصد عجلة القصف والدمار الإسرائيلية أرواح الأبرياء كل يوم، في وقت تشهد فيه غزة مجاعة حقيقية، ما يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة بين صفوف النازحين والمشردين في مراكز اللجوء. عبد الرحيم أبو كويك، تلفزيون دولة الكويت، من أمام مخيمات اللجوء والنازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فلسطين.